نصيب دراء إن مريها هماش شدال كبير بري وشلا ينوش هاي إن ودن كين يهاي ودن كوجش دار كتشوف جيس كأفريقيا حنا نصيب دراء إن ما أنت إنكو سدين سنة ترسني طبعا كاسنا حكومة كل مية ودن كقتل نسي إن واحد حاس إنه قدر دعمه يعني أنا وحبي نوسي كردين تازين أرنتي واحد موجين هسا سياسة حميدة حسب كل مية أرنتي وايدا ندم به وحين وقنا هاي إن شركة ده هالليرك سامية ده وقوب بدن أي دولة كلها هاي حكومة ده كلها هاي ومسؤولين كتير سنة أي كلهم هين سامي لي لذاتكو حنو شيء يا إن أنا سامي كل الشركة دي أنا برين كرين واحد شركة دي سو سعرتي وهذا لك صيد قدومي هدان يراد أي قبل كمرودي تشيح يحس بيقى عدالة دي يدري الكيوعد عبد عسيس ومار رومان تورباهين تغار كود كلها هدهم قراد هرقيسا يزوغو كهدلي قيمة هالليد كوكوروكا يقود هم بديقان دا سومال لان يوغو أنك صبحي شركة دا هالليد كوكو أدن اندوان سومال لان يغواجي دون توليد لان وحانو تاوكو سببين مسؤوليين تاي حكومة دعاي سامية كل يهين شركة دا هالليد كا تاسو كانتي إن حكومة طلابو إن دك دقا ما أدق أي كقاد ويدي مسؤولين تشركة هاسي وحان يوبات النسيب دراع إن ما تدلكين يددكين وما أنت إلا تعاليان دقا لحما بحسن معيشة دي أوكرو قعدي أبارو إلا إمكا ودنك لقصو شيقي وقوة فربضن وكميدا سوقي واهينو قبتي وحان لكين تاس أو دان إمكا قسي داران إن أريكي شدالك لو مارين لاي حي أرنتي عمر يا شدال كهلكي قصي رئيسي وحنا نصيب درا إن مريها هما شدال كبير بري وشلا ينوش هاي إن ودن كين يهاي ودن كوجش دال كتشوف جيس أفريقيا شدال كلو وحنا نوش هاي نشدال لعاني أنا كتشرين ودن كين أرنتي تاس ودت كواي ود أركي يعني حقيقة دي ده حقا نقصو بعدني ويب سايت كا Global Price Petroleum أو رنتي ويسجل لفتي يسوع الربابي عيا واحد كبر نيت حقت النوعنا إثيوبيا رنتي أودن لان لوكيرا أو عن لحين واح البضاء أو شدال كيسة إيو ألعبتي سبب كسو ديجستا بربرا كسو ديجستا لان جبوتي عيا واحد شدال كو جمرة يا هلك لتر 0.7 دولار كينيا هلك لتر و 1.19 دولار زودان halka litir waa 1.26 dollar inaga oo Soomaaliana oo runtii bad leh wuxuu shidaalkeenu marayaa halkii litir 1.3 dollar taasina runtii waxay muujinaysaa siyaasad xumida xisbiga kulmiye oo runtii waayadan dambe waxa dadka u qabtay iska daaya runtii uu faashil weyn ku jiro xasilooni xasilooni darro siyaasadeedna runtii ay ka muuqato waxaynu ognahay إن لبي الله أتنكي بشي لحد ورصحافة ده يسو ساري قد دار دقالها قولها وكيلة ده سومالي لان قولها وسيرة ده سومالي لان إن أي شاقين إن بيشة چولاي مركة اللي قارة سيرو بنتي 10 دولار لغو داري دونو لارك هالكي يونيت وحانا سيب دراء إن مانتا الشركة ده هالاركو أي قادان سيرو بنتي 7 دولار إلا سيرو بنتي 84 دولار يونيت كي إن أي قادان ورنتي وحي أي سو سارتي دولو دبا aan u hoggaansameen shirkadihii leerku taasina ay runtii tahay nasiib darro iyo awood darro iyo liidasho xukuumadda kulmiye ay leedahay maalin uun kadib 23 bishii 6aad war saxaafadeed ay soo saareen shirkadaha iskaashatada ee leerku ee marka magacyo la soo gaabiyo loo yaqaan C Somaliland Electric Association waxa sheegeen in leerku uu ka maqnaan doono dhamaan Somaliland oo dhan 12 ka habeenimo ilaa 4 ta subaxnimo oo runtii aynu ognahay leerkaasi ahmiyadda ugu fadhiyo bulshada oo aynu ognahay dadkeena qayb badan oo kamid ah inay habeenki shaqeeyaan oo shaqala aan baahsin halka ka dhalan doonto in cusbitaalada goobaha isgaarsiinta iyo amniga runtii ay ku xiran yihiin in leerkaasi ay bulshada hesho waxa nasiib darra in maanta inaga oo 8 sano jirsanay toban ka sano xukuumadda kulmiye wadanka ka talinaysay in wax hoos inooga dhac mooyaan aan waxba inoo soo kordhin dalkuna maanta ku socdo inuu madow iyo mugdi uu galo taasina runtii ay tahay mushkiladaha ina soo fool saaray waliba kuwa ugu waaweyn dadku se waxay isweydiinayaan maxaa keenay in maanta warka ay soo saarto xukuumaddu uu buriyo war kale oo ay soo saareen sharaa'ika runtii ay ahayd in dawladdu gacanta ku hayso waxaynu ognahay
إن شركتها لير سامية دوغو بدن أي دولة كلها هاي حكومة دوغو كلها هاي ومسؤولين كتسانية أي كلها سامية فقدتكو عن أشياء إن أن سامي كل الشركة دي أنو برين كرين واحد شركة دي سوسو سعرتي أو دقالها وكالي تازينا رنتي هاي ندتكو أي كفكران شركة حكومة دوغو المية أرنتي أين أغنى هاي دباتا دان أودن كتشيرتا إن أنا إلا إمك واحد لابا أنا كقادن مركل لقي ما دو إسبدل كدوني دو أردن كدعي إيش دال كيم إيش هذا هذا نودن كستاوي حلة عالية سدو هو معمول لها وحكة من لها معيش هذا إيش دالك لكن نصيب ضرر ما هي صنع حكومة استراتيجي يرنتي سياسة واضحة وعد كله سدو هو معمول لها مشكلة ده معيش هذا iyo taasoo marka dambana inoo horseedi doonto wadan ahaan in dimuqraadiyadda ay ku faanayna dhaawac weyn urunti soo gaaro waxaan kaloo doonayaa inaan u diro xukuumadda kulmiye baaq inay soo diiso way xurriyadooda u soo celiso siyaasiinta ku xiran xabsiga mandheera muddo ka badan 15 cisho iyagoo aan wax xukun aan ku dhicin runti waxaan ognahay rumaankii hore loo qaaday inuu ku eega khamiisti sabti diina illa shalay oo sabti ahayna aan la keenin taasi ay muujinayso in xukuumadda kulmiye ay sharciga ku qaadatay jeebada runtiina waxaan u soo jeedinaynaa in baaq ugu direynaa inay soo diiso siyaasiinta si wada hadalada socda ay u mid dhalaan ugu dambeyntii waxaan hambaliyo u dirayaa dadka reer Soomaaliland meel kasta oo joogan gudaha dibadda munaasabada xurriyad la soo noqoshada 26-naad ee kasoo wareegtay markii Soomaaliland xurriyadda ka qaadatay إنجليزكا كون سغا بقول لحدنك